أنا حقيقة البارحة كنت في اتصال مع أحد الزملاء في نقابة صحفيين الفلسطينيين وبعض النقابات تربطنا علاقة طيبة جدا. زودوني بصراحة بإحصائية خطيرة جدا، عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ عام 2000 ولغاية 2022 على مدى 22 عام 46 صحفي، بينهم 3 لبنانيين تقريبا أعتقد، واحد يمكن أردني. لكن منذ 7 تشرين 2023 إلى يومنا هذا سنة، يعني أقل أو أكثر سنة وشهر، 183 صحفي تم حقيقة اغتياله من قبل الكيان الغاصب، وهذا مؤشر جدا خطير. هذا 183 صحفي اغتيل أو استهدف بطريقة انتقائية؟ لا، هو حتما طريقة انتقائية، بس هي لا تخلو من الطريقة العدوانية يعني والطريقة المبيتة، يعني كما تسمى بالفقه القانوني مع سبق الإصرار والترصد. الصحافة محمية بنصوص قانونية، يعني أيا كانت نصوص قانونية دولية. أحسنت، نصوص قانونية دولية، وبالتالي الصحفي أيا كانت جنسيته وهويته هو في منأى وفي حماية تامة بصراحة. يعني الدول العربية يمكن 90% هي مع التطبيع ومع هذا يعني المهادنة مع الكيان الصهيوني بطريقة أو بأخرى. إذن مو قصور، إذن تعمد أستاذ عسالة. لا، هو يتعمد يتصرف هالشكل حتى ما يكشف القضية، لأنه هو أصلا مطبع، يعني إيش نترجى منه؟ إحنا نعول على المنظمات الجماهيرية وعلى النقابات، لأن هذه النقابات بصراحة تكاد تكون مستقلة.